السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة جديدة عن موتوسيكل جديد نازل السوق المصري، موتوسيكل من شركة ويينج الصينية نازل باسم هوندا. أتمنى بس قبل ما أتكلم عن أي حاجة عن الموتوسيكل ده ناخد نظرة عامة عنه. دي نظرة عامة عن الموتوسيكل، شوف أنت ممكن تشبهه بموتوسيكل إيه موجود في السوق المصري. في موتوسيكل في السوق المصري شبيه للموتوسيكل ده، اولا انا شايف ان دي بدايه في السوق المصري، ان الموتوسيكلات بدات تتغير تغيير جذري من حيث الخامات، من حيث المواصفات، من حيث الامكانيات. اتمنى بس قبل ما اتكلم في اي حاجه الناس تدعمنا بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، بحيث ان احنا بنحاول نعمل محتوى يفيد الناس، ما بنعملش محتوى تافه. اتمنى الدعم من الناس. اول حاجه هنتكلم عنها، هنتكلم عن الموتور ال 190 سي سي، سلندر واحد، مخرج واحد عادم، السلندر هنا على كاتينة، نقل الحركة على كاتينة، نظام حقن الوقود انجكشن. الموتور هنا مزود بخمسة غيار، حدافة ذبذبة، بالانسر لمنع الرحشة والذبذبة. نظام الدوار في الموتوسيكل ده بيكون مرش فقط، يعني بمعنى صح مفيش منافلة. نظام التبريد، تبريد هواء، مفيش لا سربنتين الزيت ولا راداتير مية. طبعا المواصفات ديت مقبوله في موتوسيكلات الفئه المتوسطه، يعني انا بصراحه شايف المواصفات ديت مقبوله في موتوسيكلات الفئه المتوسطه. الموتوسيكل هنا الموتور هنا بيجي بواحد بوجيه. نتكلم عن الشاسيه، الشاسيه هنا شاسيه من الانبوب المواسير، متجمع تجميع. بصراحه انا شايف اول مره اشوف شاسيهات متجمعه بالطريقه ديت وباللحامات ديت، يعني شايفين انتوا اللحامات. تجميع بصراحة أنا شايف إن التجميع هنا تجميع محترم، والله ما بطبلش، بس أنا شايف الخامات هنا والكواليتي، كواليتي محترمة. طبعا ديت نظرة مبدئية ومواصفات مبدئية، طبعا هيكون لنا تجربة بالموتوسيكل ده على الطريق، بس أنا عايز دعم من الناس بلايكات وبشير، بحيث إن أنا أقدر إن أنا أحس إن فيه اهتمام على الموتوسيكل ده، فاضطر إن أنا أطلع أجربه عشان المتابعين عندي. أول حاجة هنتكلم عنها في الجزء الأمامي، المساعدين الأمامية المقلوبة. والمساعدين الاماميه المقلوبه لها ميزه كويسه جدا، ان هي بتقدر تتحمل الصدمات وسلسه، بتكون سلسه في المطبات. الجنط الامامي بيكون 17 70، الكاوتش بيكون 70 110، والجنط هنا جاي جنط سلك مش برمه، اللي هو الجنط البرمه الالومنيوم. في حاجه برضو عايز اتكلم عنها، الفرامل الاماميه باكم، بس نظام اي بي اس مانع انغلاق. والخزنه هنا بتيجي باتنين بيستم، وقطر الاسطوانه كبير جدا. نوصل للجزء الخلفي من الموتوسيكل، الموتوسيكل هنا بيجي بمساعد واحد نص خلفي، ومساعد بصراحه انا شايف ان هو مساعد قوي جدا، يعني مساعد دبل. نوصل للجنط الخلفي، الجنط الخلفي برضه سلك نفس الجنط الامامي، ومقاس الجنط 17 والكاوتش 70 140. الفرامل الخلفيه بتكون باكم، وفي حاجه عايز انوه عنها، مش معنى فرامل اماميه اي بي اس يبقى الخلفيه اي بي اس، لا، الفرامل الاماميه هي اللي اي بي اس فقط، الفرامل الخلفيه ما فيهاش اي بي اس. بمعنى اصح ان انت لو في اي مشوار وفي رمل على الطريق او في اي حاجه على الطريق، ان انت لو مسكت فرامل قدام، فرامل القدامانيه ديت مش هتزحف على الارض. نوصل لطقم الجر، طقم الجر العادي خالص ال 428 الموجود في الصيني، نفس الصيني بالظبط اللي هو متداول ومتوفر في السوق. والترس الخلفي بيكون 45 سنه. نوصل للديزاين العام بتاع الموتوسيكل، التانك هنا بيجي بسعه رتليه 18 لتر، ويفضل استخدام بنزين 92 فيما فوق، ما ينفعش استخدم 80، لان الموتوسيكل ده انجكشن مش كربلاتير، بحدد عشان الناس تبقى فاهمه. نوصل للكونتاك، الكونتاك هنا فيه سنتر لوك، يعني تقدر تسوجر الجدون من الكونتاك. نفتح الكونتاك عشان نشوف العداد، عداد نص ديجيتال مش ديجيتال، كامل. نوصل للكتل، الكتل هنا زرار مرش ونور صغير ونور عالي واون ووف بطال كلاك، اشاره شمال واشاره يمين، وعالي وواطي ورعاش. نوصل للجزء الامامي من الموتوسيكل، الفانوس الامامي بتاع الموتوسيكل ده بيكون للنور الصغير ليد كامل حوالين الفانوس، وفي النص كده مسطره ليد نور صغير، ويكون النور العالي جوه الاشارات ليد، الفوانيس هنا كامله ليد، يعني الاناره كامله هنا في الموتوسيكل ده بتكون ليد، في الستوب ليد، والاشارات الخلفيه ليد.
في الناس اللي كانت بتسألني كتير عن الجنط السلك اللي ما كانش بينزل في موديل الزانتوس الجيل 155. عندك موديل سلك نزل اهوت، بصراحة انا شايف ان الكواليتي نفس الكواليتي والخامات بتاع الزانتوس بالظبط. اسيبكم دقيقة نظرة عامة على الموتوسيكل، هسيبكم لفة كده على الموتوسيكل تاخد انت نظرتك العامة عن بعض مواصفات الموتوسيكل. صراحة انا شايف ان الموتوسيكل ده لو نزل تسعيره ونزل تسعير مناسب، حد يقول لي سعر الموتوسيكل كام؟ لسه الموتوسيكلات دي ما تسعرتش، لسه الموتوسيكلات دي نازلة عينات ما تسعرتش. بس انا شايف ان الخامات دي والكواليتي ديت بصراحة ان السوق المصري بيتغير تغير جذري. بس الموتوسيكلات دي مش هتنفع للناس اللي هي عايزه تجيب الموتوسيكل للشغل، الموتوسيكلات دي مش هتنفع، ما فيهاش شبكه خلفيه. الموتوسيكل ده راكب وراكب خلفي فقط، يعني السائق وراكب وراه بس مش اكتر. هدور لكم برضو الموتوسيكل تسمعوا صوته. ده صوت الموتوسيكل. علبة الشكمان مختومة هوندا. بصراحة أنا شايف خامات في الموتوسيكل ده، أنا بصراحة بتكلم عن الخامات كتير لأن بصراحة أنا شايف الخامات خامات محترمة جدا، من حيث الشاسيه، من حيث المساعدين الأمامية، من حيث كل حاجة. بس لسه لنا تجربة على الموتوسيكل ده على الطريق، وهنتكلم عن كل المواصفات للموتوسيكل ده. بس أنا أتمنى الدعم من الناس بلايكات وبشير، بحيث إن أنا يعني أتشجع إن أنا أعمل فيديوهات، وكل ما حاجة تطلع قدامي أو موتوسيكل جديد يطلع قدامي أحس الناس مهتمية. لان بصراحة يعني بيجي لي وقت إن أنا أحبط، بحس الناس مفيش اهتمام، فبصراحة بكسل. اتمنى ان انا اكون فدتكم عن بعض المواصفات المتوفره لدينا عن الموتوسيكل، مواصفات حقيقيه مش وهميه. اتمنى من الناس اللايك، الدعم، الشير. اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه دعما لنا ليس الا، وشكرا.